x plus 3 sine hyperbolic x. شايفين البينت صح؟ شايفينه يا جماعة؟ شايفين طيب بدي شايفين اعوض cosine hyperbolic sine hyperbolic، بس برجعها لل exponential form، فهي حتكون 5 cosine hyperbolic x اللي هي e power x plus e power negative x over 2 plus 3 sine hyperbolic اللي هي e power negative x plus sorry e power positive x minus e power negative x over 2 equals 4. We need to find x, solve the equation. طيب بس بجمع terms المتشابهة، بقدر أضرب كل الإكويشن باثنين مشان أخلص من هاي الاثنين، فبتصفي عندي 5e power x plus 5e power negative x plus 3e power x negative 3e power negative x equal 4 times 2 which is 8. تذكروا إني أنا ضربت الجهتين في إيش؟ في اثنين هاي. Multiply by 2 and this is all multiplied by 2. تمام، وين الترمز اللي بيشبهوا بعض؟ عندي هاي وهاي بيشبهوا بعض، فعندي 3 plus 5 e power x is 8 e power x، وعندي هذول التو ترمز e power minus x بيشبهوا بعض، فهي positive 5 negative 3 is positive 2 e power x equals 8. طيب هلا e power negative اياها النيجاتيف الاولى ولا الثانيه؟ احنا خربطنا الثانيه. شكرا. طيب فبصير عندي 8e power x plus 2e power negative x minus 8 equal to 0. هلا كيف بدنا نحلها؟ واحدة من الطرق انه نضرب كل الاكويشن في e للباور x. Multiply the right hand side and the left hand side by e power x. شو بصير عندي هون؟ 8 e power 2x plus 2 e power x minus x is 0 minus 8 e power x equals 0 multiplied by e power x is 0. طيب so بصير في عندي 8 e power 2x minus 8 e power x plus 2 equal to 0. Assume y equal e power x. بصير عندي 8 y squared. e power 2x is e power x squared which is y squared minus 8 y plus 2 equal to 0. شو نوعها هاي الاكويشن؟ ايش نوعها هاي الاكويشن؟ كوادراتيك تربيعي. كوادراتيك. إذا إلها سوليوشن بأسوأ الأحوال نوجده بالكوادراتيك فورميلا. تمام؟ نروح نحلها. مميز. أشوف نروح نحلها. مش ضروري على فكرة، ممكن نحلها مباشرة باستخدام الماتلاب. 8 باور. طب ماشي خلينا نحلها. هلا واي كم بتساوي؟ واي كم بتساوي؟ بتساوي 8 8 زائد ناقص minus square root 8 تربيع 8 squared minus 4 times 8 times 2 over 16. 16. طيب فإذا في عندي هون هاي كم حتصفي وروح بدخلها على الماتلاب. 8 تربيع ناقص هاي كم؟ هاي اللي هي 8 ب 8 64 صح؟ فهاي 0 صح؟ حل واحد بيطلع لها. تمام this is 0. ايش داعي نروح على الماتلاب؟ الحل الواحد هو 8 over 16 which is half. طيب y equals 1 over 2، احنا شو بدنا؟ احنا بدنا x. 1 over 2 equals e power x، كيف بلاقي x؟ x equals ln half. Which is ln 1 minus ln 2. ln 1 قديش يا جماعة؟ ln 1 يعني شو الباور اللي برفع اي لإلها تعطيني؟ تعطيني واحد. شو الباور اللي برفع اي لإلها بتعطيني واحد؟ 0. 0 minus ln 2. فإذا x الحل الوحيد إلها تكون بتساوي minus ln 2.
6931. سهل الهايبربوليك فانكشنز ما فيها اشي مهندسة.